الوليد لما جاب سيدنا الحسين عشان يطلب منه البيعة ليزيد فجابه فبيقول له نحن لا نطلب منك إلا كلمة، فلتقل بايعت وذهب بسلام إلى جموع الفقراء، قلها وانصرف يا ابن رسول الله حقنا للدماء، قلها ما أبسطها، ما هي إلا كلمة. رد عليه الحسين قال له كبرت الكلمة، ما دين المرء سوى الكلمة، ما شرف الرجل سوى الكلمة، ما شرف الله سوى الكلمة، أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة لو تعرف حرمة، زاد مذكور، الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور، بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري، الكلمة فرقان بين نبي وبغي، بالكلمة تنكشف الغمة، الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة. عيسى ما كان سوى كلمة، أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين فصاروا يهدون العالم. الكلمة حصن الحرية، إن الكلمة مسؤولية، إن الرجل هو الكلمة، شرف الرجل هو الكلمة، شرف الله هو الكلمة، ولا رد لي لمن لا يعرف ما معنى الكلمة.